بعد رسالة العتاب التي وجهها الفنان السعودي عبد الله السدحان إلى الفنان ناصر القصبي عبر حسابه على تويتر، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عبر تغريدة له عن عمل سيجمع القصبي بالسدحان. يا دين النبي، الحلاوة دي! جماهير الفنانين السعوديين تفاعلوا مع الخبر عبر تغريدات على تويتر، فأعرب بعضهم عن فرحتهم بعودة المياه لمجاريها عبر هاشتاغ القصب والسدحان حبايب، بينما اعتقد آخرون أنها مجرد مجاملات بين زملاء لا أكثر. مرحبا بك بعد طولة غيابك، جيتني مرحبا. هذا العمل وبحسب آل الشيخ هو برعاية هيئة الترفيه التي ستتعاون مع قناة NBC ليتم عرض العمل على شاشتها. وكان السدحان قد أكد سابقاً خلال استضافته في برنامج تلفزيوني أن فراقه عن ناصر القصبي كان في المكان فقط، نافياً وجود خلاف بينهما. ولفت السدحان خلال مقابلته حينها إلى أنه لا يمانع العمل مع القصبي، شرط أن يتوفر النص الجيد والإنتاج السخي والوقت المناسب لتنفيذ العمل.